الحكومة هذه جاي واضح إذا ركبت، والأرجح نسبتها هلأ 60-40%، يعني الآن أنا بحكي أنا وياك نسبتها 60% إيه و40% لا. السبب بأنه إذا فتنا بالتفاصيل واضح الجو بين الرئيسين عون وميقاتي جيد، وما في الاعتبارات والحساسيات الشخصية التي كانت قائمة مع الرئيس سعد الحريري، ولكن الشيطان يكمن بالتفاصيل. بكرة في أسئلة كتير بدنا نسألها، مين رح يسمي الوزراء المسيحيين؟ هذا سؤال جوهري. في 12 وزير مسيحي، لنفترض المردة والطشناق والحزب القومي شاركوا، طيب أو الكتلة القومية يعني. رح مش رح نفترض هن رح يشاركوا، طيب إنه بيبقى 9 وزراء أو 10 وزراء أو 3 أو 8 وزراء، ورئيس جمهورية قد بيطلع له، وهل سيكون معه 8+1 من تشكيلة 24 وزير؟ هلا تبدو الأجواء إنه كلهم هول محلولين بس يتفقوا على كيف تقسيم الوزارات السيادية وتوزيعها على وصلك عليها. إنه 4 وزارات سيادية، الرئيس ميقاتي ينطلق حسب المعلومات من إنه تثبيت الوزارات السيادية لدى طوائفها، يعني الشيعة المالية والسنة الداخلية والمسيحيين الدفاع والخارجية، يعني الأرثوذكس والموارنة دفاع وخارجية، دفاع وخارجية ومالية والسنة الداخلية، وبيعطي للرئيس عون العدل. يعني فيهم يتفقوا عليها بهذا الشكل. لحظة، منفتح على اعطاء العدل لرئيس الجمهورية؟ اكيد، بمقابل انه بياخذوا هن الداخلية. هلا بيقبل رئيس عون، هذه حكومة بتدير الانتخابات، وفي حدا بجو الرئيس عون بيقول انه اذا هاي الحكومه ما بدها تعوم هذا الفريق بمكان ما، انه ليه بده يفوت فيها؟ هذه نظريه عم تنحكى. يعني الناس هلا، انا وجاي على الطريق تلفنوا لي اصدقاء انه يا خي ما بقى تطلع تنظر وتحكينا بالدوله المدنيه والصيغه اللبنانيه وما بعرف شو. الناس ميت الشوب، بدها مازوت، بدها كهرباء، بدها دواء. العمله الوطنيه يعني عم تنهارت 18 مرة ضعف العملة الوطنية الآن اليوم، يعني كان 1005 هلأ 18,000. يعني الناس مخنوقة، بدها حلول سريعة. فالفكرة من حكومة الرئيس ميقاتي بتقدم حلول سريعة. إذا ركبت الحكومة هيدي جاي هون، أنا قلت لك الصيغة جربنا بعد 17 تشرين، الرئيس حسان دياب وهو إصلاحي حقيقي. هاي الحكومة انظلمت، فيها ثغرات فيها مشاكل بس انظلمت. ليه؟ أول ما وصلت عملت برنامج إصلاحي لكل مؤسسات الدولة، وعملت برنامج تعافي اقتصادي. صحيح. بس ما عندنا آليات تتنفذ. لا مش ما عندنا آليات، صوبوا عليها يا أستاذ غسان. يا أستاذ غسان، حصرت من بيت أهل، يعني حصرت من القوى يلي مشكلة هذه الحكومة، حصرت من الجميع. بس قصدي القوى اللي شكلت هذه الحكومة يا أستاذ غسان هي نفسها ما اشتغلت لتنجح هذه الحكومة. طيب هذه وجهة نظر موجودة وقائمة بحترمها وعلى راسي، بس بدي أكمل لك أكثر من هيك. رئيس حسان دياب منه معتمد دوليا. نحن تعودنا على رئيس حكومة من أيام الرئيس رفيق الحريري، وهيدي الصيغة اللبنانية، أنه بيجي رئيس حكومة معتمد دوليا. وهو صدى أو هو انعكاس لتفاهمات دولية وإقليمية بتنعكس بلبنان، فهذا بيجيب مساعدات واستثمارات وهبات وما إلى ذلك. لحط السيستم بعد 92 قالنا أنه نحن علينا وصاية سورية، وفي ناس انجرفوا أنه والله إيه وصاية سورية، تبين أنه لا، نحن علينا وصايات، وصاية أو إدارة سورية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية. هذه من المقابل إدارة أمريكية سعودية للمال والاقتصاد. فلوا السوريين بال2005، بقيت الإدارة السعودية الأمريكية للمال والاقتصاد. الآن نحن شو اللي عم اللي مخنوقين فيه؟ إنه ما عم بفوت استثمارات على البلد. لما بيجي رئيس حكومة مثل حسان دياب، الرئيس حسان دياب ما عنده علاقات دولية ومنه معتمد دولي، بيقعد سنة ونص عم بيصرخ وراح زار بعض البلدان وما حدا أعطانا دولار. بالمقابل في رؤساء حكومات معتمدين دوليا مثل الرئيس سعد الحريري، مثل الرئيس ميقاتي، هن
يعني أبناء الصيغة اللبنانية بحذافيرها. أوكي فيها وجهة نظر. بيجوا على الحكم. أوكي. برغبة دولية إقليمية وهيك ممكن ينجاب مساعدة. طبعاً هذه كمان وجهة نظر بس كمان. مش وجهة نظر. هذه الواقع. هذه الواقع بس كمان يعني لا يجوز حصر المشكلة عنا بس بأنه ما في استثمارات خارجية بينما في الواقع هناك برنامج إصلاحي داخلي على اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين إنه يعملوه هن امتنعوا يعملوه بحجة إنه نحن قائمين على الاستثمارات الخارجية إنه فينا نخبص قد ما بدنا بالبلد ونعمل شو ما بدنا بالبلد بس المهم تضل الدولارات تفوت. طالما الدولارات ليش الأزمة هي خارجية يعني ما هي مزيج. مزيج. أنا ما تماما. أقول تماما هذا اللي قصدي. أنا ما عم أقول أنا لما طلع الخارج مسؤول الخارج لما طلع الرئيس الرئيس حسن دياب وقال قدام السفارة بتتذكر آخر مرة من حوالي شهر جمعتين ثلاثة عم ردوا عليه إنه يعني إنه لا مش مزبوط إنه بس إنه الحصار لا في أداء داخلي غير مقبول في لبنان. ما أقول حصار. إنه ما ضروري نقول حصار. بس ولكن لما بيسكروا اختي انت معتمدي علي واضح انت كل شهر معتمدي علي انا انه انا ادفع لك اجار البيت ان شاء الله ما بتوصلي لها بحياتي. طيب انا بصير بتحكم فيك مره بدفع لك مره ما بدفع طيب. لك هلا هيدي الحكومه هذا الرئيس ميقاتي هو من ثلاث جماع لما انحكى انه في اعتذار ما كان ماشي بالقصه ظهر من عندتين الرئيس سعد الحريري واتصل فيه وقال له انا بدي اعتذر وعم فكر سميك قال له لا يا دولة الرئيس اعطيه من نفسك بعد مجال وما تعتذر لانه هاي بتكون هزيمه وانا اذا جيت ونجحت بكون يعني كانه عملت يعني سجلت نقطه عليك انا ماني مستعد. بعد اربع خمسة ايام او جمعه عشرة ايام رئيس ميقاتي قبل بالتكليف. ليه؟ لانه اجته اشارات دوليه انه مشي بنساعد. هو قالها مش انا عم اقولها قالها مع النهار مع شو اسمها نايلة تويني قالها بالنهار مع نايلة تويني عملت معه مقابلة على الانترنت شفتها على الفيسبوك يعني فموعود بمليارين دولار وانه روح اعمل الحكومة بنجيب شوية مصاري وبنحل أزمة الكهرباء الفرنسيين بدهم الكهرباء وأزمة الدواء. هلأ نحن بعد 17 تشرين اللي كان طموحات الشباب بلبنان أنه التغيير وهي التغيير والثورة صار طموحاتنا أنه نجيب كهرباء بس وتغيير النظام وصار فيه أفكار وكيف ممكن نتحول نحو دولة مدنية لكن نصير مواطنين عاديين.